السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم في كذا موضوع مهم جدا، عن الترجيع والاسهال وعن كمان الامساك، وهقول لكم الادوية اللي انا بستخدمها. الادوية المهمة اللي لازم تكون موجودة في كل بيت اي حد بيربي حيوان اليف. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. ما تنسوش قبل ما نبدأها، لو اول مرة تشوفوا القناة ولسه ما اشتركتوش فيها، انزلوا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش اللايك والشير. اللايك ده بيدعمني وبيديني دافع ان انا انزل فيديوهات اكتر وبيشجعني. طبعا التفاعل مع الفيديو الاخير مش حلو خالص، جايب 4 لايكات بس، معنى كده ان الفيديو ما عجبش ناس كتير جدا كانت بتتفرج كده وخلاص. لا بجد اللايك ده بيفرق معايا، بحس ان فعلا الفيديو عجبكم وان انا قلت كلام كان مهم بالنسبة لكم. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة ونشوف هنتكلم في ايه. اول حاجة هنتكلم فيها موضوع الترجيع. في كومنتات كتير بتتكتب لي عن موضوع الترجيع، القطة بترجع كذا مرة، بترجع اوقات رغوي بيضة وبعد كده تبقى الترجيع اصفر، اعمل ايه؟ القطة مش بتاكل خالص لما بترجع. طبعا اول حاجة لازم نعملها ادام في ترجيع، لو القطة رجعت اول مرة معانا سواء رغوي بيضة او ترجيع اصفر، اول حاجة لازم نعملها واول خطوة لازم ناخدها بسرعة ان احنا نمنع الاكل عن القطة لمدة ما تقلش عن 8 ساعات، من 8 ساعات ل 12 ساعة، ده بنوقف الاكل خالص، بنسيب المية قدام القطة. طبعا في العادة القطة لما بتتعب او بترجع هي ما بتاكلش، ده بيبقى احسن لينا. بعد ما هنمنع الاكل 12 ساعة عن القطة، هنبدأ نحط لها وجبة بسيطة جدا عبارة عن معلقة اي اكل بقى عندنا، بس المهم يكون فيه شوربة، يكون فيه سوائل، شوربة فراخ، شوربة لحمة، هنقطع معاها حتت فراخ او حتت لحمة، المهم تكون حاجة فيها شوربة. هنقدم لها معلقة تجربة، اكلت المعلقة وبقت كويسة بعد ال 12 ساعة ومرجعتش تاني، يبقى ده كان شوية برد بساط وراحوا، او مثلا هي اكلت حاجة مش كويسة، يعني حاجة بايظة فعملت لها شوية لعبكة في المعدة، هو ده اللي خلاها ترجع. او ان هي طبعا القطط بتنظف نفسها فبترجع كل فترة كده مرة، بحيث ان الشعر اللي في معدتها بيتكون بيبقى عبارة عن كرة، فالكرة دي بتنزل مع الترجيع والمعدة بترتاح وبتبقى كويسة. انما بقى لو الموضوع زاد بعد ال 12 ساعة ما عملناهم ودينا القطة الاكل وبدأت القطة ترجع بعد شوية تاني، مثلا كل ساعتين بترجع مرة والترجيع بتاعها بدل ما يبقى ابيض بقى اصفر، ده المفروض ان احنا في دواء، طبعا هو موجود عندي انا بديل القطط بتاعتي، بس لازم الدواء ده بيتاخد على حسب الوزن والعمر بتاع القطة، انا هقول لكم اسمه، ده لازم يكون برضو موجود عندكم في حالات الطوارئ ان احنا نقدر نسعف بيه القطة بتاعتنا في حالات الترجيع اللي هي المتكررة، اللي هو مثلا رجعت 5 6 مرات ورا بعض والترجيع مش راضي يقف، فاحنا طبعا لازم نوقف الترجيع علشان ما يجيبه لهاش جفاف. طبعا هو الدواء اللي هيبقى موجود عندنا موتينورم او موتيليوم، هما الاتنين بيبقوا نفس الفعالية، بندي منه القطة لو القطة كبيرة مثلا 6 7 شهور بنديها 5 سنتي، وطبعا بنمنع برضو عنها الاكل، يعني مش بنديها الدواء بعدين بنأكلها، لا بنمنع عنها الاكل 12 ساعة وبعدين بنديها ال5 سنتي دول بتوع الدواء، تمام. وبعد ال 12 ساعة هنروح مأكلينها وجبة صغيرة زي ما قلت، بعد كده القطة بقت كويسة والدنيا تمام، قبل ما هندي القطة الوجبة اللي بعد كده قبلها ب2 ساعة هنديها كمان 5 سنتي من الدواء ده، ده في حالات الترجيع اللي هي الشديدة. انما طبعا لو القطة بتاعتنا صغيرة اصغر من كده مثلا هنديها نص الجرعة، يعني هنديها 2.5 سنتي، لو اصغر من كده هنديها 1.5 سنتي، ده مع الحالات الترجيع الشديدة يا جماعة اللي هي ورا بعضها مش بتقف، انما انا بتكلم دلوقتي للدواء ده في الحالات الشديدة. انما لو الحالات العادية اللي هي رجعت مرة او مرتين وجابت نتيجة مع الاسعافات الاولية ومنعنا عنها الاكل لمدة 12 ساعة وبعدين بدأنا نأكلها بالتدريج وبقت كويسة،
خلاص مفيش داعي ان هي تاخد الدواء. انما لو رجعت كذا مرة يبقى في الحالة دي هنديها طبعا الدواء زي ما قلت. تاني نقطة هنتكلم فيها هي الاسهال. طبعا الاسهال ده بيجي من ايه؟ زي ما قلنا القطة بتبقى واخدة نزلة برد، كلت اكل مش حلو، عمل لها نزلة معوية. طبعا احنا بنبقى عارفين القطة بتاعتنا كلت ايه قبل ما تتعب. فطبعا احلى حاجة انا جربتها للاسهال بصراحة هي النشا، معلقة نشا على شوية مية ومنديهم للقطة لما بيجي لها الاسهال لمدة يومين، بصراحة بتجيب نتيجة فعالة. لو الاسهال بقى ما وقفش خالص معانا وبقى حاد والقطة بقى عندها جفاف وديناها برضو النشا ما عملتش مفعول معاها، فبنديها مطهر معوي انتينال. طبعا هو اللي موجود عندي في الصورة ده، طبعا ده انا مستعملتوش خالص لسه الاسهال، بس انا بجيبه بيكون موجود عندي احتياطي مع الادوية اللي بتبقى موجودة. طبعا انا من النوع اللي مش بيحب يدي كده ادوية على طول مع بداية التعب، لا بحب اجرب الوصفات البديلة زي الطب البديل كده زي طب الاعشاب. بحب طبعا اجرب الاول الحاجات دي واديها للقطة بتاعتي، ولو ما جابتش نتيجة هي مش هتضر. يعني في ناس كتير سألتني عن النشا، النشا دي اللي هي النشا الذرة اللي احنا بنعمل منها الاكل، اللي هي النشا العادية خالص اللي هنستعملها في الأكل، يعني حتى لو ما نفعش القطة في شيء مش هتضرها. فبصراحة هي بتجيب نتيجة حلوة جدا عندي لو القطة عندها إسهال، ولو كمان إسهال حاد بتجيب نتيجة فعالة وبتقطع الإسهال على طول وبتبقى حلوة ومعالجة في نفس الوقت. بس أنا بخلي الأدوية دي عندي احتياطي، بفكر فيها آخر حاجة، يعني مش أول حاجة لما القط عندي بيتعب بروح جري على طول جايبة الدواء ومديهوله وبستسهل، لا بالعكس أنا بعمل الأول الإسعافات الأولية، ولو عندي حاجات بديلة أنا جربتها قبل كده بضطر إن أنا أديها للقطط وبشوف ايه الاخبار واتابع القط بتاعي. لو خلاص جاب نتيجة والحمد لله تمام ببدأ ان انا اظبط له الدنيا على كده. هنتكلم طبعا عن الامساك. الامساك المسمن احلى حاجة للامساك هي زيت الزيتون، حاجة طبيعية كده وملينة بجد تحفة. انا جربتها للقطط كانت عندي اوقات بيبقى عندها امساك، اديتهم معلقة من زيت الزيتون. لو الامساك لسه مستمر نعمل بيه حقنة شرقية بزيت الزيتون، هتلاقوا كده حاجة جابت معاكم نتيجة فعالة بسرعة، لان فعلا زيت الزيتون حلو جدا جدا، غير ان هي كمان معالجة للامساك. ولو القطط بتاكل دراي فود كتير بنقلل منه شوية، لان هو الدراي فود بيعمل طبعا امساك ومشاكل في الكلى وفي المثانة للقطط. بكده في حلقة النهاردة نكون اتكلمنا عن الترجيع وعن الاسهال وعن الامساك. طبعا دول اهم 3 نقاط بتواجهنا كتير جدا بالذات في دخول الشتاء. لازم نخلي بالنا من القطط، طبعا احنا اللي عارفين لما القطط بتتعب عارفين هي كلت ايه او شربت ايه اللي عمل لها العبكة في معدتها او عمل لها الاسهال. وكمان ما ننساش جرعة الديدان لازم نديها لها في مواعيدها، علشان الديدان برضو بتعمل اسهال وترجيع، فلازم نخلي بالنا عليهم. ونخلي بالنا كمان ان الجو اليومين دول برد جدا، والقطط عمرها ما تستحمل البرد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، نسبة الرطوبة عالية، لازم ندفيها ونقعدها في اماكن دافية بقدر الامكان، بس مش قدام دفايات، عشان لو قعدت قدام الدفاية وخرجت بره مثلا في الصالة او في المطبخ او راحت اي مكان تاني ممكن تبرد بزيادة. فاحنا نخلي لها مكان مخصص كده تنام فيه علشان نقدر نحافظ عليهم في فصل الشتاء ده. بكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم ويا رب اكون افدتكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.